أخبار شبكة الشروق ونقرأ الصين الأوضاع الحالية في السودان مؤقتة وقابلة للحل. أكد مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي على تطور علاقات بلاده والسودان ووصولها مرحلة الشراكة والاستراتيجية، مبينا وقوف الصين حكومة وشعبا مع السودان للخروج من الأوضاع الحالية والتي وصفها بالمؤقتة والقابلة للحل. وأشار يي خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر البشير لجمهورية الصين الشعبية فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية، أشار إلى ثقة الحكومة الصينية في قدرة السودان على تجاوزها. كما حمل يي الدكتور فيصل تحايا فخامة الرئيس الصيني شي جي بينغ للرئيس السوداني عمر البشير، كذلك تمنيات الرئيس شي للسودان بالاستقرار والتقدم. من جهته قدم مساعد الرئيس تنويرا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مؤكدا على استقرار الأحوال الأمنية بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مدن البلاد التي جاءت نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان. وقدم شرحا عن التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز التحديات الحالية، شاكرا الصين حكومة وشعبا على وقفتهم ومساندتهم للسودان لتجاوز الأوضاع الحالية والدعم الذي ظل يتبادله البلدان خلال عمر العلاقات التي تمتد لأكثر من 6 عقود. هذا وقد سلم مساعد الرئيس رسالة خطية من رئيس الجمهورية عمر البشير إلى نظيره الصيني شي جينغ، تتضمن شكر وتقدير السودان للدعم الذي قدمته له الصين خلال التطورات السياسية الأخيرة بالسودان. يشار إلى أن إبراهيم قد التقى رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول CNPC وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة إنتاج النفط، وأكد خلال اللقاء على استعداد السودان لتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بذلك. يعني الصين كانت واحدة من الدول التي يعني شكرها الرئيس وحياها في خطابه في مسيرة السلام في الساحة الخضراء، وتظل علاقات السودان والصين أيضا في تطور مستمر ومضطرد. الصين مهتمة بما يحدث في السودان حتى الأحداث الأخيرة، لأنها هي شريك تنموي أساسي يعني أو الرئيس يعني، ونتمنى أنه يعني تزداد الشراكة مع الصين، وبدلا عن الحديث عن دعم أو إعانة أو كذا، وأنه تتوسع مشاريع الصين وترى المشروعات الأخيرة اللي كان وقع السيد الرئيس لهم مشاء الصين المشروعات التنموية ترى النور وتتقدم، يعني نشوفها باعتبار أن الصين هي شريك تنموي حتى لعديد من الدول الأفريقية، والدور الصيني لا يكاد يعني يخفى على أحد يعني. نعم، عندما نتحدث عن الصين وهذه الشراكات مع الدول الإفريقية المختلفة دائما نتحدث عن مدخل السودان للصين، كان مدخل من السودان لكل مختلف الدول الإفريقية، والآن للصين مشروعات في الدول الإفريقية الأخرى قد تكون هي أكبر من الموجودة في السودان، فهذا بيقودنا يعني تعزيز هذه الشراكات في فكرة أرضية للاستثمار في المجالات المختلفة. الصين هي صحيح هي بدأت مع السودان وبعد ذلك في دول تانية تفوقت علينا، يمكن يكون الصعوبات اللي بتواجهها الاستثمار، يمكن يكون العقبات اللي قابلت الصين في بعض الأشياء، يمكن يكون أن الصين بدأت استثمارها في البترول وساهمت معنا في شكل كبير، والبترول أصبح غالبه في دولة جنوب السودان الشقيقة وكذا، لكن يعني أنا أتوقع أنه خلال الفترة القريبة القادمة أن الصين أيضا ستكون عندها مشروعات كبيرة إذا ربنا وفق يعني في السودان يعني.